أسباب رجفة السيارة. هذا الفيديو إن شاء الله راح أشرح وياكم شنو الأسباب اللي قاعد تسوي رجفة بالسيارة. إذا حاشتك رجفة والسيارة واقفة فهذا معناته تكون كراسي الماكينة ضعيفة ووجب إنك تغيرهم. وإذا حاشتك رجفة ما بين 60 إلى 80 وأنت تمشي فهذا يكون من بطيخة الجير وأشبه بنابر خيط الحداق. شلون لما تحدق تحس كذي؟ هذه تكون رجفة بطيخة الجير. وحطيت فيديوهات بالانستغرام والتيك توك كذلك شلون نعالج هذه المشكلة. وإذا حاشتك رجفة بالسيارة ما بين 100 لغاية 120 فغالبا تكون من التواير أو من الرنجات. وإذا حاشتك رجفة بالسكان أول ما تطق بريك فغالبا يكون من الدسكات. وعندنا الرجفة الأخيرة واللي هي رجفة عمود الجاردن مع الأكسات. شلون نعرفها؟ وأنت تكون ماشي على الخط تدوس بنزين في رجفة بالسيارة، ترفع رجلك على البنزين تروح الرجفة من السيارة. فإذا أنت حسيت في أحد هذه المشاكل بسيارتك أو الأصوات الغير طبيعية يفضل أنك تتراجع ميكانيكي أو أخصائي يطلق على السيارة.